السلام عليكم متتبعين قناة حسنية فلوغ، مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. كما كتشوفوا خوتي وخواتاتي، يلاه جات تريتور، صطفوا الطبالي والكراسة وقفوا الخيمة وصطفوا الطبالي والكراسة. ودابا هنايا كما كتشوفوا اختكم حسنية كيفاش جاها القفيطين والحنينة كي خرجات. صراحة خرجات يا سلام، درت صبغة في الحمر، صراحة كنت باغا ندير صبغة في الموف ولكن عندي موف مغلوق، ودرت الحمر هي اللي كاينة حاليا متواجدة. الحنينة صراحة واخا غسلنا بها الدجاج طلقات وخرجات يا سلام. خليكم خوتي وخواتاتي مع الفيديو. هنا راح حيدت لكم الموسيقى، حين تراكم عارفين الكوبي رايت، الموسيقى اللي كتكون في المناسبات ضروري كيكون فيها الكوبي رايت، وحيدت الموسيقى. وخليكم معايا خوتي وخواتاتي، الله يحفظكم ليا، ونتمنى منكم التشجيعات والبارطاج مع الحباب والاصدقاء فضلا وليس امرا. انا راه كنوريكم زعما القفيطان كيجاني، المهم راكم ديجا شفتوه، وهذا الشيء اللي كاين اخواتاتي. والمهم درت مكياج غير خفيف كما كتشوفوا، ما درت شي حاجه ثقيله، المهم درت شويه الكحول وشويه العكار وشويه فوق العينين خفيف بحال ما هكا وصافي. انا في وجهي ما كنبغيش ندير هكا يا لي فاندوتا ولا داكشي، ما كنديروش حيت وجهي عندي البشره حساسه. وصافي خواتاتي، هنايا اختي هنايا بنت اختي وبنتي كيشطحوا، حيت الموسيقى لان راكم عارفين على حسب الكوبي رايت كما ديجا قلت لكم. وصافي خواتاتي، خليكم مع الفيديو من الاول حتى الاخر، والله يحفظكم ليا وفرجه ممتعه. Thank you.
عاودتي اجلسي هاكا نضحك معاك. يلا واي طلقي يا ودي خلي عليك خاطر حافظ دورينا لهنا خاطر حافظ دورينا خاطر حافظ امور فيها. ايوا ما سخنا عمر دي نشطت عندها سؤال والو ما كنسمعش Thank you.
المتابعين ديالنا العزاز من بعد ما تسال السبوع. احنا دابا سي حميد، شي تحيه للمتابعين. السلام عليكم مشاهدين ديالنا العزاز، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. دابا راه حنا جينا للواد الاسبوع، حنا دابا راه حنا خارجين نضرب واحد الدوره في واد ملويه في مدينه قرسيف. واد ملويه، وهانتوما يا المتتبعين ديالي، الذهب المزور. هذا هو الذهب المزور المتتبعين، وهانتوما ندور لكم تشوفوا واد ملويه. عندك الطيحي؟ شفتوا واد ملويه. هنا خوتي وخواتاتي، كانت هذه هي نهاية الفيديو. كنبغي نقول لكم شكرا بزاف على المشاهدة، الى وصلتوا لهنا كنبغي نقول لكم شكرا بزاف وبسلامة عليكم، وتهلاو في راسكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. خليتكم على خير خوتي وخواتاتي، تصبحوا على خير او لا الا كنتو كتشوفوه في الصباح. صباح النور.